تلعبش اللعبة دي، دي عرفت اسمي. ما تلعبش اللعبة دي، دي عرفت سكني. ما تلعبش اللعبة دي الساعة 3 بالليل، هيخبطوا عليك. أكيد طبعا عرفتوا احنا هنتكلم عن ايه النهاردة. معاكم مصطفى من قناة مستر بومتيك، وفي حلقة النهاردة هنتكلم على اللعبة اللي أرعبت الخليج، مريم. في البداية كده هنقول بعض الحقائق عن اللعبة دي. أولا، اللعبة من تطوير عربي، يعني اللي عاملها مطور عربي. تاني حاجة، اللعبة مش ماسونية، عشان بس التساؤلات الكتير اللي بتحصل. اللعبة مش ماسونية ومش إسرائيلية وملهاش علاقة بالشياطين أصلا. تالت حاجة، اللعبة عادية جدا جدا جدا. هو كل الموضوع كله إن هي لعبة بتنزلها على موبايلك أندرويد أو أي أو إس، وبتنزل على الموبايل، وكل يوم بيديك يوم. يعني مثلا أنت النهاردة هتحضر مع مريم دي اللي هي الجنية دي، هتحضر معاها يوم، تمام؟ بتفضل تمشي الأحداث كده لحد ما اليوم ده بيخلص، وبعد كده بتيجي بكره وتكلمك هي بقى، وتيجي يوم تاني، تمام؟ وبرده بتمشي مع الاحداث لحد ما اليوم ده بيخلص، واليوم التالت، وهكذا، تمام؟ لو عرفت اسمك او سكنك او عرفت اي حاجه عنك، تعرف ان انت اللي سمحت لها بكده. انت اللي سمحت للمطور اللي عامل اللعبه انه يعرف كل المعلومات عنك. لو تاخدوا بالكم يا جماعه، وانت بتنزل اللعبه هتلاقي بعض الحاجات اللي انت بتوافق عليها وانت بتعمل اكسبت اللعبه، او انت بتوافق على تنزيل اللعبه والشروط اللي اللعبه بتهتم بيها ان هي تاخدها من الموبايل. لو تاخد بالك هتلاقي ان اللعبه ممكن تعرف رقمك، ممكن تعمل اي حاجه، تمام؟ ممكن فجاه تلاقي رساله مبعوثه لك من رقم مجهول، ويطلع هو فعلا المطور صاحب اللعبه عامل حاجه ان هو يبعت لك رساله بعد مرحله معينه وتبعتك على الموبايل. لان بمجرد تنزيلك للعبه هو بيتحكم في الكونتاكتس، بيتحكم في انه يعرف اسمك من الموبايل او يعرف اسمك من اي حاجه. المهم انه بيتحكم في كل حاجه. فمش بعد ما ده كله يحصل تيجي تقول لي ده عارف اسمي، وفي جن في اوضتي، ومش عارف ايه ده خبطوا عليا، والكلام العناوين الخرافيه اللي موجوده في الخليج العربي عن لعبه مريم. يعني هل اللعبه دي اصلا مخيفه؟ يعني بتخوف؟ ايوه بتخوف. موسيقى اللعبه ممتازه جدا، يعني كموسيقى، موسيقى خرافيه اللي شغاله طول ما انت بتلعب، الموسيقى خرافيه. تاني حاجه، افكار اللعبه حلوه جدا، جايه من بعض افلام الرعب الكتير، يعني واخده كده مجموعه من افلام الرعب وحاطينها في لعبه واحده، حاجه جميله جدا. تالت حاجه، انت لو ركزت في اللعبه وبدات تركز على شكل مريم اللي قدامك وبدات تركز على الحاجات دي هتبدا تخاف. هل تستحق اللعبه دي بلس 18؟ يعني هي تبقى بلس 18؟ تستحق، بس يعني لو بلس 16 قشطه. يعني انا مش شايفها الصراحه ان هي بالقدر الكافي اللي هتكون بلس 18 او زائد 18، يعني تالنا ممكن تبقى زائد 16 زي الفل. طيب نيجي دلوقتي لموضوع تحميل اللعبه. الناس كتير بتقول ان اللعبه مش موجوده. لا، اسفل الفيديو هتلاقي رابط لتحميل اللعبه كامله، ان شاء الله تلعبها وتستمتع بيها. واعرف ان المرحله بتاعت كل يوم، يعني انت النهارده عندك مرحله وبكره عندك مرحله وبعده عندك مرحله، بتمشي باليوم، تمام؟ مش بتمشي يوم واحد بس يتخلص اللعبه كلها، لا، كل يوم عندك مرحله مع مريم. انا بس عملت الفيديو ده عشان نتكلم بس مع الناس المصريين بالذات، الناس اللي متعلقة قوي بالخلايجة والعناوين الخرافية اللي بيحطوها. صدقوني يا شباب الكلام ده كله مش موجود، واللعبة عادية جدا، يعني هي مخيفة شوية ماشي عادي، يعني لو اي فيلم رعب مخيف اكتر من كده، قصص احمد يونس مخيف اكتر بكتير. فانا بقولك ان الموضوع مش مرعب قوي في اللعبة دي زي ما الخلايجة بيقول، او يعني طبعا مع احترامي لكل الخلايجة، ولكن يعني الموضوع برضو مش اوفر قوي للدرجة دي، يعني مش مرعبة للدرجة دي. قعدت العبها برضو فترة طويلة، قالوا كام يوم بلعبها، والموضوع مش مخيف خالص، عادي يعني. بس كده، كل واحد جرب اللعبه دي يا ريت يقول لي رايه في الكومنتات عن اللعبه دي، وان شاء الله ان شاء الله هتلاقي رابط تحميل اللعبه دي اسفل الفيديو، حملها، ولو ما لعبتهاش قبل كده العبها وان شاء الله تستمتع باللعبه دي. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتيك. الفيديو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب القناه، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان اسمك ما يتخدعش في العناوين الكاذبه. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتيك مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.